تعمل الدولة المصرية من خلال برنامج قوي متكامل للحفاظ على الثروة الحيوانية بأشكالها المختلفة، وتنتهج وزارة الزراعة سياسات عدة لاستغلال كافة الإمكانات لتهيئة المناخ المناسب لزيادة الإنتاج في كل أشكال الثروة الحيوانية. والآن مع كلمة السيد الوزير السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لقد شهدت مصر خلال الثماني سنوات الماضية نهضة ودعم غير مسبوق من فخامتكم للقطاع الزراعي بكل مكوناته ومحاوره، استهدفت تحقيق تنمية متوازنة واحتوائية ومستدامة، إيمانا من سيادتكم بأن لكل مواطن على أرض هذا الوطن العظيم الحق في الحصول على احتياجاته من الغذاء الآمن والصحي والمستدام. سيادة الرئيس، يلعب قطاع الثروة الحيوانية دوراً مهم وسريع النمو في الاقتصاد الزراعي العالمي، حيث يساهم بنسبة تتراوح ما بين 20 إلى 40% من إجمالي الناتج الزراعي في أي دولة. لذلك نستأذن سيادتكم فأن يكون عرضنا اليوم بمناسبة تشريف سيادتكم لافتتاح المجمع المتكامل للإنتاج الحيواني والألبان بمدينة السادات تحت عنوان الثروة الحيوانية بوابة الأمن الغذائي. تتمثل أهمية الثروة الحيوانية في توفير فرص هامة للتنمية الزراعية المستدامة مع تحقيق مكاسب على صعيد الأمن الغذائي وتحسين تغذية الإنسان، أيضاً تحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، مع زيادة قدرات الأسر على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية وتوفير فرص عمل وحياة كريمة لصغار المربين، مع زيادة تمكين المرأة والشباب في الريف. كما تتمثل الأهداف الرئيسية لاستراتيجية تنمية الثروة الحيوانية في تحسين سلالات قطعان الأبقار والجاموس المحلية، تمصير السلالات المتخصصة في إنتاج الألبان واللحوم ذات الإنتاجية العالية والمتأقلمة مع الظروف المصرية، زيادة الإنتاجية من الألبان واللحوم لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل فجوات الاستيراد، مع تدعيم ورفع مستوى معيشة صغار المربين والمزارعين. هذا وقد واجهت تنمية الثروة الحيوانية مجموعة من التحديات، أهمها عدم وجود قاعدة بيانات عن توزيع الثروة الحيوانية في المحافظات المختلفة، قلة وجود المراعي الطبيعية، ارتفاع أسعار الأعلاف العالمية ومكوناتها، تنامي ظاهرة التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة، الحاجة إلى زيادة الوعي لدى صغار المربين بأساليب الرعاية التي تتناسب مع السلالات الجديدة، تسارع نمو الطلب على المنتجات الحيوانية نتيجة الزيادة المضطردة في عدد السكان. سيادة الرئيس، في ضوء التحديات التي واجهت تنمية الثروة الحيوانية على نحو ما سبق، كان تكليف فخامتكم لنا بوضع خطة للنهوض بها تم تحديد محاورها في إنشاء قاعدة للبيانات، تحسين سلالات رؤوس الماشية المحلية، الاهتمام بالصحة والرعاية البيطرية، دعم المشروع القومي للبيتيلو، تطوير مراكز تجميع الألبان، تنفيذ مجموعة من الإجراءات الداعمة للخطة. وفي سبيل إعداد قاعدة بيانات مدققة، تم التوجيه بإجراء حصر شامل للثروة الحيوانية في كل أنحاء الجمهورية، استهدفت التخطيط لتحديد الاحتياجات من اللحوم وإدارة ملف الاستيراد بما يحقق التوازن المطلوب، مع التخطيط لتحديد كميات الألبان المنتجة وأماكن تمركزها لربطها بسلاسل القيمة ومراكز تجميع الألبان، رسم خريطة توزيع الثروة الحيوانية بهدف تحديد أماكن تمركز السلالات المحلية والمستوردة وتحديد احتياجاتها، مع رسم خريطة الاحتياجات من الرعاية البيطرية ومن الأمصال واللقاحات،
مع تحديد احتياجات صغار المربين الأولى بالرعاية في القرى وتوابعها سواء من الخدمات التمويلية أو التأمينية، مع تنمية أساليب الرعاية والتربية بهدف مساعدتهم على زيادة الإنتاجية وتحسين دخولهم استهدافاً لحياة كريمة. أما على صعيد محور تحسين السلالات فقد استهدفنا تنفيذه من خلال مدخلين. المدخل الأول تحسين السلالات المحلية من خلال وضع خطة استهدفت رفع مستوى إنتاجية الرؤوس المحلية من اللحوم والألبان، حيث تم رفع كفاءة بعض الوحدات البيطرية وتدعيمها بالأجهزة اللازمة، تطوير مراكز التلقيح الاصطناعي التابعة للوزارة وتوفير احتياجاتها من الأجهزة اللازمة، تجهيز أكثر من 630 نقطة تلقيح اصطناعي جديدة في القرى بهدف الوصول إلى صغار المربين، تدريب وإعداد ملقحين اصطناعيين وإكسابهم الخبرات اللازمة لنشر الوعي والإسراع في تنفيذ الخطة، تدريب صغار المربين على برامج التغذية والرعاية للقطعان بما يتناسب مع نوعية السلالات والغرض من التربية. هذا وقد بلغت على الحالات التي تم تنفيذ هذا البرنامج عليها حوالي أكثر من 2.6 مليون جرعة، أعطت نتائج إيجابية لأكثر من مليون رأس خلال الفترة من 2020 حتى الآن من تاريخ تكليف سيادتكم لنا. هذا وقد أظهرت نتائج المتابعة من جانب المختصين بالوزارة أنه قد حدث بالفعل تغير في صفات الولادات من السلالات المحلية. أما بالنسبة للمدخل الثاني وهو استيراد سلالات عالية الإنتاجية، فقد تم تشجيع صغار المزارعين على إحلال سلالات الأبقار عالية الإنتاجية من الألبان واللحوم محل السلالات المحلية، حيث تفضلتم سيادتكم بالتصديق على مبلغ 10 مليار جنيه كقروض ميسرة لدعم محاور تنمية الثروة الحيوانية وتحسين مستوى معيشة هؤلاء المربين وزيادة دخولهم. تم التنسيق مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وجهات التمويل ومنظمات المجتمع المدني وكبرى شركات استيراد رؤوس الماشية ذات الإنتاجية العالية، حيث تم الاتفاق على أسس ومعايير ومواصفات السلالات التي يتم استيرادها لتحقيق هذا الهدف. كما تم توقيع عدد من بروتوكولات مع الجهات ذات الصلة للقيام بتوفير رؤوس ذات المواصفات المطلوبة مثل مؤسسة مصر الخير، وزارة الأواف، وزارة التضامن، وأيضاً بعض مستثمري القطاع الخاص أيضاً لتدعيم شراكة القطاع الخاص في هذا المحور. متابعة منظومة المحاجر البيطرية والرقابة عليها وخاصة المحاجر الحدودية. الترخيص باستيراد الرؤوس ذات الإنتاجية العالية سواء للمزارع النظامية أو لتوزيع على صغار المربين مع التنسيق مع الجهاز المصرفي لوضع آليات وضوابط لتمويل صغار المربين بأسلوب ميسر وأسعار فائدة مخفضة. وقد تم بالفعل تسليم أعداد من الرؤوس المستوردة إلى صغار المربين من خلال منظمات المجتمع المدني والجمعيات والمؤسسات ذات الصلة. وقد بلغت عدد الرؤوس المستوردة منذ تكليف سيادتكم لنا في أوائل 2020 حتى الآن حوالي أكثر من 35 ألف رأس ذات إنتاجية عالية. أما بالنسبة للمشروع القومي للبتيلو والذي يهدف إلى زيادة الإنتاجية وزيادة دخل صغار المربين بما يحقق حياة كريمة لهم، فقد بلغ إجمالي التمويل الذي منح في إطار هذا المشروع لصغار المربين والمزارعين حوالي أكثر من 7 مليار جنيه، استفاد منه أكثر من 41 مربي صغير بعدد رؤوس بلغت 461 ألف رأس في كل محافظات الجمهورية استهدافاً للتنمية الاحتوائية. أما بالنسبة لمشروع تطوير مراكز تجميع الألبان، فقد سبق العرض على فخامتكم بموقف هذه المراكز بوضعها السابق، وبناء عليه وجهتم سيادتكم بالبدء الفوري في تطوير هذه المراكز، حيث تم حصر مراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية. أيضا التوجيه بتطوير هذه المراكز وترخيصها لإنتاج ألبان ذات جودة عالية مع توفير التمويل اللازم للتطوير بشروط وفائدة ميسرة وإنشاء مراكز جديدة في المحافظات التي لا يتوفر بها مراكز. وقد تم التنسيق مع وزارة الإنتاج الحربي لتصنيع الأجهزة والمعدات محليا. وقد تم الانتهاء من تطوير 212 مركز حتى تاريخه، وجاري إنشاء وتجهيز عدد 46 مركز ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالمرحلة الأولى بكرة الريف المصري والتي لا يتوفر بها مراكز تجميع الألبان. سيادة الرئيس،
تقوم وزارة الزراعة من خلال هيئاتها ومعاهدها البحثية المتخصصة بالعديد من الإجراءات الداعمة لتنمية وحماية الثروة الحيوانية، أهمها الرصد والمتابعة للحالة الصحية للثروة الحيوانية في مصر، مراقبة الحدود والموانئ لمنع تسرب عترات جديدة، محاصرة البؤر المرضية مع التشخيص السريع والمبكر للأمراض المعدية، وأيضاً الرقابة على المستحضرات البيطرية والأعلاف سواء المحلية والمستوردة مع تطبيق نظم الجودة والأمان. وفي مجال الإجراءات الداعمة التي تقدم للمربين، فقد تم تقديم الدعم الفني وإصدار التراخيص اللازمة لتشغيل مزارع الثروة الحيوانية، كما تم تنفيذ القوافل البيطرية العلاجية لأكثر من 550 قافلة في 530 قرية، حيث تم فحص وعلاج أكثر من 450 ألف رأس خلال عامي 2021 والجزء المنقادم من 2022، كما تم أيضاً تنفيذ قوافل متخصصة في مجال التناسليات مع توفير الأمصال واللقاحات لحماية الثروة الحيوانية. كما تم إضافة محور هام وهو أهمية التأمين على رؤوس الماشية لضمان استدامة المشروع والحفاظ على ثروة صغار المربين، حيث بلغت عدد الرؤوس التي تم التأمين عليها خلال 2020 أكثر من 1,500,000 رأس، كما تم التوجيه بصرف التعويضات المناسبة للحالات اللازمة، وقد بلغ إجمالي المنصرف من التعويضات لهذه الحالات أكثر من 55 مليون جنيه. وختاماً سيادة الرئيس، إن ما تحقق خلال الثماني سنوات السابقة من دعم غير مسبوق لقطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به، مكن الدولة المصرية وبكل فخر من توفير الغذاء الآمن والصحي والمستدام لشعب مصر العظيم. شكراً.